إذا كان هاد بالشغل كان سحر وهادي عم دخنوا برا، تعرف هلا سحر اللي مع الكلب عم بيمرق هيدا بالرجال السوري الرسام اللي عند اجر وحدة مع البنت اللي لابسة جاكيت احمر، وكانوا كثير سكرانين، فما بعرف ليش الرجال السوري بصير يسبسب على الدرك. بتعرفي مغفر دغري بيجي المحل عنا، عم الدرك هداك الدب بروح بصير يخبط فيه بالسيارة، عم هي دغري بتدعس بنزين تبع يطلع من السيارة. عم يروح الدرك عن سحر بيسألها إذا شفت شي، إذا شفت رقم السيارة. هديك بتقول له لا. بتعرف لازم تفهم.
الحياة.